السلام عليكم متابعين صحان سبورت ناظور، نشكرك انه دائما تتبعوا المتابعه دائما صحان سبورت ناظور اللايف المباشر. يجمعني بعد لحظات جاء الفتح الرياضي الناظوري فريق اتحاد التماره برسم الجوله التاسعه من بطوله القسم الوطني هوات. يعني بعد لحظات وينطلق اللقاء المهم، اللقاء اللي غيجمع يعني فريقين، يعني تقريبا نقولوا في وسط الترتيب فريق اتحاد التماره اللي في المركز السابع و 11 نقطه، وفريق بالعكس عفوا ب 13 نقطه. كما قلت فريق الفتح الناظوري اللي في المركز الثامن ب 10 نقاط، مباراه يعني غنعتبروها قمه، مباراه اللي غنعتبروها قمه وسط الترتيب. فتح الناظور في حاله يعني الفوز بهذه المقابله يعني غيتسلق المراكز وغيحتل الرتبه ربما السادسه او الخامسه في سلم الترتيب اللي كنعرفوا جميعا، اللي كيتصدروا فريق الكوكب المراكشي ب 18 نقطه. شكرا تومات جواد ريفينيو سمير عوض من سمير العلالي ايضا شكركني وسطاس، نشكر مره يعني متابعينا الاوفياء الاعزاء كاين غي تبع عن صحان سبورت ناظور لحظه بلحظه. شكرت نتاس دائما تشجيعات من سن الى فاش. بارتاج ما كاين شويه الاخوان قبري غيبدا النقل المباشر، قبري غتبدا المقابله المهمه. ما مشني غيجمع عندها فريق فتح الناظور، ما مش نستنى فريق فتح الناظور تقريبا اربع مباريات ويحقق شا ديسنت الفوز نغ الانتصار اخرها الهزيمه النادي المكناسي سترتا غيجن، ولكن الفريق ما مش نستنى نهارا ادير سجن الوجه مغير ان شاء الله يجي الوجه يتغيمكن الانتصار العوده سترتا النقاط. مش نستنى فريق فتح الناظور يعني ينفصل المدرب النس نور الدين يدرين ستارادي تغادي نوصل وظن غيجن الاتفاق انه نويت كمير شا نور الدين تغيزو غادي يفغ يعني زي الفريق وظن غتارادي حما يفغ. ما مش نستنى الاداره الفتح الرياضي الناظوري المكتب المسير لفريق الفتح الناظوري بقياده الرئيس الشاب صلاح علو يعني يتعاقد ذي الاسبوعين جا المدرب عبد الصمد بن نور المدرب السابق لفريق الفتح الناظوري ومجموعه من الانديه الناظوريه الهلال نهضه زيوف فاق الزغنغان نهضه سلوان. نتمنى التوفيق عبد الصمد بن نور ذي المهم ما ينس جديد دائما يعني عبد الصمد بن نور بمساعده نجيب بجما وعمر البرداعي. بارتاج ما كاين غيث ماسوس السماء النقل المباشر ذي نفس التوقيت ذي ايضا مباراه يعني مباراه على القسم الثاني هوات غيجمع جاء اولمبيك وزان الاتحاد الرياضي ليبنتي. Thank you.
إذا لاحظت وين تليق اللقاء قبري غث بذل المقابلة طلب مع الرزقيث مثلا متابعين صفحة سبورت نادور إذا نعاون ننس المشاركة النقلة المباشر برسم الدورة التاسعة دائما من القسم الوطني هوات الحكام يتأمر يعني يلعب حما هذا خدم صورة تذكارية صورة تشكيلة الو عيسى 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 مقابلة اليوم لفريق فتح الرياض الناظوري الشعار لا شيء غير الفوز اذا في هذه الاثناء الحكم يعني يعلن عن انطلاقه المقابله كره صالح فريق فتح الناظور بس تلعب رضا ديوان كاميرا الجمل مروان لكن الكره كترجع للوراء عند لاعب بوبوح كره لصالح فريق اتحاد التماره كره عند ولكن ضروري تزومي باش تتبنى كرة عند لاعب لاعب مجدي مجدي التمريره ديالو مع مروان جمال مرجاني كما كيلعب الكره الجميله في اتجاه ميكائيل ولكن عند بوبوح الكرة عند في اتجاه اللاعب رضا ديوان وكتخرج الكرة دائما كرة خطيرة لفريق فتح الناظور بس ميكائيل رضا ديوان لكن كتخرج سهلة بيد الحارس كرة في اتجاه ميكائيل مجدي مجدي كيلعبها مع بوبوح بوبوح عنده الكرة دائما في وسط الميدان مع الطاهري الطاهري جمال مروان جمال الكرة التمريرة في اتجاه رضا ديوان لكن ما كيتمكنش منها رضا ديوان
كره خطيره تاع فريق فتح النضور، يوسف حمداني، يوسف حمداني، لكن الراسيه ديالو كتمشي فوق المرمى. حارس اتحاد تمارا، ابرز محاوله لفريق الفتح النضور. ١٦ دقيقة منذ انطلاق الجولة الأولى، تعادل السل صفر لمثلي دائما. الكرة عند حارس اتحاد تمارا، كاين في ضربة المرمى، الكرة في وسط الميدان وكتمشي التماس هذيك الطابور. تنفذ التماس، كرة عند ميكائيل، ميكائيل اش غادي يفعل؟ كتمشي الكرة عند الطاهري، الطاهري كارت الكرة للوراء، الوراء عند الحمداني، الحمداني عند رشيد، مرديد، مرديد كيدخل في العمق وكيلعب كرة مع بوبوح، بوبوح بوبوح مع جوج ديال اللعابة وما عنده ولا حل. إذا كرة في التماس لنادي فتح الله من تنفيذ بوبوح. بوبوح كرة عند نشتي، شدي كرة عند بوبوح كتضيع منه، كتولي محاولة أو هجوم من نادي اتحاد تمارا. كرة عند حمداني، حمداني بشكل جميل جدا، وكرة في وسط الميدان بوبوح، كرة كتضيع ما بين لاعبين ديال فتح النضور بشكل جيد، وكرة تماس. بوبوح كيف التماس عند لاعب المهاجم، المهاجم عند ميكائيل، كتدخل الدفاع، كرة كتمشي عند وسط الميدان عند اللاعب بوبوح، بوبوح كتضيع كرجع الحمداني، الحمداني عند اللاعب الياس، شوف الكره كدير نظرا للرياح، الياس عند اللاعب رقم ثلاثه، ثلاثه عند الطاهري، الطاهري كيسدد وكتمشي بعيده على الحارس ديال نادي اتحاد تمارا. إذن مباراة كتشهد محاولة خجولة أو جد محتشمة، الكرة كتلعب غير في السماء، ربما نظام للرياح واللي ما كتسهلش أنك تلعب الكرة. الكرة عند حارس اتحاد تمارا كتنفذ ضربة 53، وكتلعب مروان جمال كتلعب الكرة بشكل سريع، وكيتقالوا الستيات كيقولوا أهم المباراة. دخول الكراس نادي النضور، ضربة حرة مباشرة، الرياح كتساعد فريق فتح النضور، كما كتشاهدوا الرياح يعني كتلعب لصالح فريق فتح النضور، خاص فريق فتح النضور يستغل هذا العامل. فعلا ضربة خطأ خطيرة من طرف الطاهري، الطاهري كيدير بشكل جميل، دخل المدافع الكرة كتمشي تماس. الرياح ماخليكش تلعب الكرة مع بعض، كيشوفوا الكرة نعم، ولكن الرياح بصالح فريق فتح النضور خاص يستغل اللعب. الطاهري كيدير بشكل جميل، شيء ركنية اللي غادي تنفذ من نجدي، نجدي أو عفوا الظهير الأيسر، إذن ركنية لصالح النضور، وإشارة فقط في أول مباراة لبيطار عبد الصمد النضور اللي غادي يقود أول مباراة له هذا العام وهذا الموسم بعد تخلي او لاعب بعد فسخ المدرب نور بن يدري. غادي تنفذ ركنيه لصالح فتح النضور، ركنيه لصالح فتح النضور، ركنيه كتنفذ بشكل جميل، وهدف لا
اذا ميكائيل يضيع فرصه كانت سانحه للتسجيل، كان خصو يستغلها بعد الضربه الراسيه للحمداني. اذا فرصتين ضائعتين لفريق الناظور. برديد كيتلعب بمهاجم في الدفاع، ايضا ديوان حكم يقول ما فيه شيء. نجدي في وسط الميدان عند لاعب مروان جمال كيلعب ثنائيه جميله مع رضا ديوان، لكن الكره كتمشي بدون عنوان للتماس، التماس لنادي الاتحاد التمام. اذا نتمنى من المشاهدين رياضه سبورت الناظور انهم يشاهدوا معنا في اللايف اكبر عدد ممكن من المشاهدين اللي معنا هذه المقابله اللي كتجمع ما بين فتح الرياضي الناظوري ونادي الاتحاد التمام. الكره التماس لنادي الاتحاد التمام الظهير الايسر، شوف كيدير الوقت ستيل حكى المباراه تاع الاتحاد اخوان الفريق الناظور اللي كترجع الكرابيلا شادي عماد كيلعب كره قصيره مع برديد كيلعب كره مع بوبوع كره بشكل جميل، غادي يلعب مع وسط الميدان لا يختار انه يلعب طويله كره بدون عنوان. الطاهيري عند الطاهير الايسر ثلاثه اللي كتمشي عند الياس شادي عماد طاهيري كيرجع مرة أخرى للاعب رشيد مرديد رضا ديوان. من عمال شفت معايا رضا ديوان كيخرج حتى لوسط الميدان باش أنه يخرج. كرة طويلة كتمشي للتماس. نعم صحيح كما قلتي رضا ديوان يعني كيرجع للوراء يعني باش ياخذ الكرة ويوصلها يعني للمنطقة منطقة الجزاء فريق اتحاد التمانة. محاولة خطيرة الياس كيدخل الياس على اللاعب فريق اتحاد التمانة، الحكم يعلن عن الخطأ لصالح فريق اتحاد التمانة. نعم كما قلنا ان رضا ديوان كيختار انه يخرج باش انه يهز الكرة، ربما نقولوا ان الفتح يفتقد للاعب رقم 10 لانه كيكون رابط ما بين الهجوم ووسط الميدان. صحيح مروان في انتظار يعني نهايه الجوله الاولى ربما المدرب غادي تكون عنده يعني نظره اخرى يعني بخصوص التشكيل. يعني كنتمنى يعني نلقاو اللاعب اللي يقدم يربط بين الصفوف الثالث. ضربه خطا لصالح فريق فتح الناظور. ضربه خطا كتلعب مرديد مع الطاهيري. طاهيري مع رضا ديوان، طاهيري مجدي يوسف حمداني مرديت الياس كيرجع للوراء مجدي محاولة بعد تمريرات جميلة بين فريق لاعبي فتح الناظور. ميكائيل كيمر في اتجاه مروان جمال لكن الحارس كيخرج كيبعد الخطأ. يعني محاولة الوحيدة اللي شفنا في هذه الجولة الأولى وسطة حمداني. كنتمنى نشوفوا محاولات دائما يعني الكره كيرجعها يعني الريح كتلعب لصالح فريق فتح الناظور. استغل هذه الفرصه لان في الشوط الثاني غادي يعاني وخصو يسجل ضروري فتح الناظور في الشوط الاول، خصو يسجل ضروري لان في الشوط الثاني الاخ النعمان غادي يعاني امام الرياح وامام الخصم. غادي تكون صعوبه في بناء الهجوم حيث اليوم الرياح بشكل يعني كنقول لك حوالي 60 كيلو في الساعة. كرة عند حارس نادي الاتحاد التمارا غادي في 58 ما غاديش يدوز وسط الميدان كما قلنا نظرا للرياح. شوف كرات عشوائية ما بين لاعب نادي الاتحاد التمارا لأنه غادي نقولوا ما لقاش راسه في المقابلة مازال. كرة عند رضا ديوان كانت تدخل رقم 13 حكم التماس لنادي فتح الناظور اللي غادي تنفذ من طرف اللاعب رقم 3 الظهير الايسر.
اذا الكره عند ميكائيل، ميكائيل عند اللاعب نجدي ما كتمكنش منها، كتدخل الدفاع، الدفاع مره اخرى عند بوبوح، بوبوح عند الطاهري، الطاهري عند رضا ديوان، رضا ديوان الطاهري مره اخرى، شوف مروان جمال غادي يعمل، مروان جمال اللي كيلعب الكره وكتمشي، المدافع اللي كيتدخل بشكل جيد وكتمشي التماس لنادي اتحاد التماره. مالك كتدخل عمر نجدي، عفوا نجدي عند بوبوح، بوبوح نجدي، نجدي لوراء المرديد، مرديد حمداني، حمداني غادي يضرب الكره، لا عفوا كان غير الحارس كرابيلا، كرابيلا الكره مشات طويل كتمشي عند ميكائيل، ميكائيل كيرتقي عند اللاعب الياس، الياس اش غادي يعمل الكره في البدايه، الياس كيجي كيرجع نظر لا ضرب او لا تكتل الدفاعي ديال نادي الاتحاد المالك، الكره كتمشي مروان جمال باش كنها بالفعل كيضرب كرة ديال نادي اتحاد التماره، مزيد فتح الناظوري عفوا لنادي الناظوري، الكرة كتمشي تضرب هي، إذا الكرة كتلعب على الجهة اليمنى أكثر، إذا لاحظت معايا أخ بن عمار ربما نظر لظاهر النشيط بوبو في غياب ميكري على الجهه اليسرى. نعم بوبوح لعب تركيه على مروان جمال، مروان جمال الكره كتمشي بعيده، بعيده سيف بعيده، تقريبا كنلعبوا، تقريبا كنلعبوا 30 دقيقه منذ انطلاق الجوله الاولى، دائما تعادل الصفر اللي بين الفريق. الكرة عند حارس نادي اتحاد التمارة، شو غادي شو وسط الميديا كتدخل داني، داني كتمشي مروان جمال، مروان جمال كدوز بشكل جميل، مروان جمال كرة بدون عنوان، كرة بدون عنوان، علاش تسرع تسرع تسرع، ما خصناش نسرعوا، كرة بشكل جميل، إذا كرة وسط الميديا، معركة وسط الميديا، يعني لاعبين فتح فازوا جميع المعارك وكلها كرة وسط الميديا، كرة التماس عند لاعب الياس، لكن ما تقولوا في شيء، التماس التماس عند لاعب الثاني، الثاني عند جدي، جدي اليوم اللي كنحكوا مقابلة جميلة، نشيط اليوم، جدي، زيد، زيد، كرة طويلة عند ميكائيل، ميكائيل، كرة تمشي مرة أخرى، 55 لنادي الاتحاد التمام. لا هو المجموع يعني كتلعب الكره بشكل طويل كتمشي عند ميكائيل، ميكائيل كيلعب الكره ولكن كتمشي وما كتلقى اي لاعب يمشي 50 اذا كنتمنى من السي عبد الصمد بن نور انه يدير قراءه ممتازه سميتو سميتو المقابله وتكون تغييرات في الشوط الثاني في المتناول انه الله يحمي لنا النتيجه. كان كيعلن عن ضربة خطأ لنادي اتحاد التمارة، محاولة لصالح قيادة حسين السعيدي، الكره طويله وكتمشي ديال الكره بها، الكره بها 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 الكره
حارس الحارس زهير هتك. إذن الدقيقة أو النتيجة مسألة 0-0 تمس لفتح الطابور. نمشي للوراء داني عند مرديد كرة كتمشي عند بوبوح يلعب كرة طويلة مرة أخرى كما قلنا عند رضا ديوان روان جمال كيفكش بالكرة الطاهري مع الحمداني داني عند الطاهر الأيسر كرة عند إلياس كيرجع من الوراء كرة في الميدان مرة أخرى عند الطاهري كيلعب كرة طويلة عند روان جمال كتدخل الدفاع الكرة كتمشي طويلة عند مرة أخرى وكرة تماس لنادي فتح النهضة. مشاهدين ديال سبورت لادور انهم يبارطاجيو معنا اللايف دونك الميدان عند بوبو اللي كيتدخل في حلقه المباراه كيقول ان هناك ضربه خطا على الرقم 7 يرجع الخطا لنادي اتحاد تمارا. توصلت ليا الموضوع. اذا
دقيقة 35 والنتيجة 0-0 كرمة خطا ديال الاتحاد تمالا مشات طويلة كتدخل داني ميكايل كان هذا الشكل طويل وكتمشي بدون عنوان التماس مرة أخرى كرة عشوائية ما كاينش كما قلنا قبيلة أن اللي يصنع اللعب اللي نابور بالدقيقة اللاعب رقم 10 أو اللي صانع الألعاب واللي يكون رابط ما بين الهجوم وكذلك وسط الميدان هناك ولكن مشيت ولا المدافع ديال نادي الاتحاد تمالا التماس بوبوح غادي في التماس بوبوح الطاهري بوبوح مروان جمال حكم يقول ضرب الخطا لنادي نابور تماس لنادي اتحاد تمالا الجهة اليمنى يعني لعب صافي كرة في وسط الميدان إلياس مروان جمال كتحتاج منها كتدخل المدافع تمشي عند نادي الاتحاد تمالا بالرقم 7 كرة حكم يقول ما كاين والو مروان جمال ضد بوبوح مروان جمال كرة بدون عنوان كلها أخطاء كرة تمشي كل عشوائية ميدان الطاهري كيدخل مروان جمال الطاهري عند لاعب إلياس كيرجع للوراء عند الطاير الأيسر لاعب حمداني كيرجع الكرة للوراء مرديد وحكى
كنقوم انا المفيجي هناك تدخل ديال المدريد مدريد مدريد كنحضرها المدافع الثاني كتحكي على الحارس اللي مو
الحمداني للاسف مره اخرى كره جات تمشي ضربه مرمى. صراحه كنحس فجاه انه استغل عميل الرياح عميل الكره الطويله يعني للقامه للاعبين الحضور الكايين الحمداني الياس. للاسف النتيجه ما زالت 0-0. كنتمنى صمد الدور التغييرات ديالو نقود ديال الفرق الجيده للمباراه. اذا الكره في الميدان تدخل بوبوح جديد اللي كيلعب كره طويله عند ميكايل كيدخل المدافع كيشوف عند مروان جمال. مروان جمال غادي يلعبها مع ميكايل. ميكايل كيرجع الكره لورا عند جديد. جديد كيلعب كره طويله عند اللاعبين ديال الفتح ولا عفوا ديال الاتحاد التمارا اللي كيلعب كره طويله. الطاهري كيلعب كرة زوينة مع جدي 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 يرجع منه الكرة كاين اللي صراحة عقل في المباراة ولكن شحال من كرة القدم بوبوح كيلعب كرة زوينة مع مروان جمال. مروان جمال اللي يرجع منه الكرة هكا المباراة ديال الراية أو المساعد كيقول أن هناك ضربة خطأ أمام أنظار حكم الوسط. اذا ضربة خطا لفائده فتح النهضه تقريبا كنلعبوا الدقيقه 45. النتيجه متعادله هنا في ملعب مولاي رشيد بين فتح النهضه واتحاد التمارا 0-0. اذا خطا غادي يتنفذ من طرف بوبوح دون شك غادي تلعب طويله. بالعكس يختار الطاهيري بوبوح الطاهيري 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 بوبوح الطاهيري كيلعب كره جميله ولكن تدخل الحارس هجمة مرتدة إلياس هجوم مالك الكرة جميلة عند رقم 22 هنا السؤال لي كيطرح نفسه يعني يفتح النظر كيف تعقد لرقم 7 والرقم 11 اللي خصهم يكونوا اسرع مثل مروان جمال اللي لاعب اللي كيلعب غير انه ضغط وما عندناش اللاعب اللي كيصنع. كذلك الياس اللي كيلعب الكره كيصنع الفرخ ما عرفناش يعني اين يكون الخلل. حكم مباراة يضيف دقيقة. بوبوح كيلعب كرة عند الوراء عند الطاهري الطاهري عند الجدي الجدي كيلعب مع ميكايل ميكايل كيمشي كرة مروان جمال مروان جمال مروان جمال مروان جمال غادي يعمل له الكرة وكيرجعها. حكم المباراة كيقول ضربة خاطئة على اللاعب مروان جمال. إذن الأخ بن عمار كما قلنا أنه كيلعبوا الكرة أنه كيلعبوا طوال مع ميكايل اللي كيدير فيه الكرة لكن افتقاد الأظهرة لرقم 7 رقم 11 صحيح يعني صراحة فريق فتح النهضة يعني كيفتح. إذا هذا الأثناء الحكم يعلن عن نهاية الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0-0 بين فريقي فتح النهضة وضيفيه اتحاد التمارا. ما شفناش فعاليه في الجوله الاولى يعني كنتمنى كما يقال الشوط الاول للاعبين والشوط الثاني للمدربين. كنتمنى السيد النور انه يتوفق الاختيارات ديالو انه يكون دار قراءه جيده للمباراه وكيعرف اين يكمن الخلل وفين كاين النقص. كنتمنى انه يترك الموقف في الشوط الثاني لان صراحه الموقف ديال الناظور غادي يلعب امام فريق اتحاد التمارا وكذلك الرياح. صحيح مروان كنتمنى يعني في الجوله الثانيه الفريق يعني يتحسن يعني ويقدم يعني اداء يستحسنه الجمهور الحاضر هنا بملعب
مولاي رشيد. Thank you.
معلش ان شاء الله.
كان بعض لحظات تظن يتسمع شوي مش متسقي 35 وين كويت كان دان. مرحبا مجددا متابعينا على صفحة سبورت ناظور. بعد لحظات وتنطلق الجولة الثانية كما يعلم الجميع. الجولة الأولى انتهت بالتعادل السلبي صفر لمثله بين فريق الفتح الرياضي الناظوري وضيفه الاتحاد التمارة برسم الجولة التاسعة من بطولة القسم الوطني. هو كل التوفيق لفريق الفتح الرياضي الناظوري في الجولة الثانية. يعني كنتمنى يعني الفريق يتحسن الأداء ديالو المستوى ديالو يعني باش يعني وصلوا من ماتشلو هدف في الفوز. وما احوج فريق الفتح الرياضي الناظوري للفوز وثلاث نقاط المقابله. بارتاج ما كان نعرف وقت غبوضه ومن بارتاجي وحرخ والله العظيم من زيد السنغي الله يبوي كاع مشى لاسباب لا لجهلها الله اعلم. ولكن مقصد بارتاج مش كني وني الراي وني كنيو ماشي ما تقسم ذوني انت شي تحترم كنيو وتقدر كنيو وتشكر كنيو خل المتابعه لهم تواجدهم دائم في صفحه سبورت ناظور. اذا متابعينا الكرام مرحبا بكم مره اخرى. اذا كره فتحيه في تونس لنادي فتح ناظور. محاولة خطيرة ولا أروع. اللاعب رقم ثلاثة ها من جمال مروة هذه الذي نستق الله قدين
مجدي صابت لعيب مجدي كيف مباراة كاستغرون لهم مستشارة خطاء وكما أمر الأنظار ديالو يعني كنتمنى الإصابة ديال مجدي تكون خفيفة نتمنى إن شاء الله الإصابة مجدي بوحو تيري إصابة خفيفة إن شاء الله وهذه استكمل ما تبقى من الجولة الثانية مجدي والطاهر اليوم اللي كانوا يعني في عاودا يعني لا نهار ما مشيت ورا هذه الاحماءات ما مشيت ورا هذه الاحماءات ديال خوزديس مشيت ورا العاوده المخضرم اللاعب المخضرم قيدوم فريق الفتح الناظوري فهد لافيغ تواجد فهد لافيغ ما مشيت ورا على الصوره هذه الاحماءات فريق فتح الناظور فهد لافيغ يعني الغائب الاكبر يعني على فريق فتح الناظور خلال بدايه هذا الموسم احد اقدم اللاعبين في الناظور فهد لافيغ يعني كيف كتشوفوا مجدي يعني مجدي غيخرج نتمنوا يعني الحمد لله وقف على رجليه نعم نعم السلامه اذا غادي نستنى اطوال المباراه التي لازالت متعادله بصفر لمثله بين الفريقين بارتاجت كين غليب كما نهار القران يوضي الله وي وي بدر نمره وي 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 قاعد ربما الاسباب تعود يعني لو كنا حتى معايا في البدايات ديال 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 البطوله ربما يعني كان الفتح انا اتصل دائما اللي كانت تجمع كاع كل مباريات الفتح ان الفتح كان كيلعب على الصعود ان الفتح كانت مباراه متقدمه في الترتيب يعني كان الله يبارك وكان جمهور غاضب جمهور غاضب للناظور وما يقدمهم هذا هو ربما السبب وراء تجني عدد المشاهدات المقابلات التي تجمع دائما الناظوري غياب ايضا ثقافة النادي في مدينة الناظور يعني الجماهير يعني الجماهير كتشجع فقط الفريق اللي كيلعب على اعلى مستويات كيشجعوا الفريق ايام الانتصار فقط اذا التشجيع هنا ثقافة التشجيع هنا تكون أخلاق ويعني وكذلك خاص تكون عندنا كذلك كلية من التشجيع أننا نشجعوا محاولة خطيرة نعطيو الفرصة أكثر فأكثر حتى كنفتقدوا أننا نعطيو الفرص اللي كان يعني واحد ديالنا ربما نعطيو الفرصة ربما ديما نهرسوا أكثر مننا الأطوار المقابلة خطأ خطأ لنادي فتح الناظور تكبير اللاعب رقم 3 أو بوبوع حوالة خطيرة نتمنى أن يكون هدف إن شاء الله للفتح اللي غادي يفتح المقابلة شوف لا حول شو ما خك صح شو ما خك نعم نعم هدف الحمداني للمرة الثالثة ويتوفق نعم كرتين برتا في جانب الشباك كرة كانت من تصدي الحارس والثالثة كانت ثابتة للحمداني الحمداني يسجل هدف التفوق لنادي عذر النتيجه مروان نعم اذا الفتح الرياضي الناظوري لان كما شفتوا الهدف الاول لصالح فريق الفتح الرياضي الناظوري جاء في الدقيقه الثامنه من عمر الجوله الثانيه بواسطه المتالق احد ابرز لاعبي فريق فتح الناظور في الدفاع يوسف حمداني ومسجل الهدف الوحيد في هذه المقابلة إلى حدود اللحظة يوسف حمداني لأبرز محاولة كما تبعته كانت يعني بوسطة حمداني في الجولة الأولى بالرأسية وها هو يعود يوسف حمداني ويسجل الهدف الأول برأسية جميلة
لم تترك اي حظ لحارس مرمى فريق اتحاد التماره. فاتح الناظور متفوق 1-0 على اتحاد التماره. تقريبا لعبنا 9 دقائق على انطلاق الجوله الثانيه. للتذكير فقط فمباراة ايضا المهمة عن الجولة التاسعة، ولكن في القسم الوطني يعني الثاني هو فريق اتحاد بن طيب متعادل مع اولمبي مع مضيفه اولمبيك بستان بصفر لبيد. كي لا ننسى فريق الهلال الرياضي الناظوري سيرحل لمقابلة او لمواجهة فريق اتحاد نادي الرياضات الرشيدية غدا بالرشيدية. كل التوفيق لفريق الهلال الرياضي الناظوري هذه المقابلة القوية. حمداني صراحة لعب حمداني لعب يعني مستوى الكبير، لكن يعني من أبرز المدافعين في قسم الوطني هو. كل التوفيق لعميد فريق الفتح الرياضي الناظوري، هدف صراحة هدف جميل يعني التقاء جميل لرأسية يعني جميلة كيحطها في مرمى حارس اتحاد التمارة. إذا الكرة كتمشي من برجيت برجيت لاعب مروان جمال كتدخل المدافع رقم 16 كرة وسط الميدان عند لاعب جدي كتدخل مرة أخرى المدافع جدي مرة أخرى مشي عند ميكايل بعيدة في المدافع عند نادي اتحاد التمارة مشي الكرة عند بوبوح بوبوح عند إلياس إلياس كيلعب كرة لكن كتمشي الكرة عند لاعبين نادي اتحاد التمارة كيدخل لاعب برديد كتمشي الكرة لتباس. حمداني عند مروان جمال، مروان جمال كيلعب كرة في وسط الميدان يمشي بعيد عن الوان كاين محاولة دخل كارابيلا كارابيلا كيدخل في الوقت المناسب لتفادي هجمة نادي الاتحاد الرياضي التمارة. كرة طويلة الياس الياس كيدخل المدافع يمشي عند جدي يمشي عند ميكايل ميكايل عند جدي كرة جميلة شيء كتمشي عند المدافع ميكايل 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 يا 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 الياس وميكايل كيلعبوا فرصة سانحة للتسجيل. تباطؤ ميكايل تباطؤ كبير من ميكايل وكذلك الياس كيخصو يلعب كرة مع الصديق ديالو انه ما يتسجلو ما كتسجلوش يعني كيلعبوش بأنانية. إذا إلياس كيرجع للوراء كيرجع الكرة كتلعب في وسط الميدان عند ميكايل ميكايل كيشوف الكرة ديالو كيعطيها ليها بشكل جميل كتمشي للتماس. فرصة ما خصهاش تضيع صراحة. تحية كبيرة يعني تحية يعني ود وحب لكل متابعينا على صفحة سبورت ناظور الصفحة الرياضية كتهتم بالرياضة بمدينة ناظور يعني اللي كتتابع مباشرة لموقع سبورت ناظور أول موقع أسس في المغرب. يعني إلا قلت راه سبورت ناظور أول موقع أسس في المغرب وما طلعش وجاو مواقع فهذا يعني أن صعيب باش طلع في الناظور يعني صعيب شوية. مثل حال سبورت ناظور مثل حال كرة القدم الناظورية. تحية أيضا يعني بغيت نحيي لواحد الصديق عزيز يعني ابن الحي يعني شفتو كيشاهد معنا اللايف وبغيت نوصل له رسالة من هنا تحية. السي مراد العزيز كنحييك من ملعب موري رشيد بالعلو. من محاولة لدى اتحاد التمارة لدى اتحاد التمارة برديد الكرابيلا كانت ترجع 15
حسين كيقود حكم المباراة. إذا كرابيلا بكل روح رياضية. نقصي التليفون. يتفقد لاعب اعتبار اللي كان ساقط على الأرض. إذا تغيير في صفوف نادي اتحاد تمارا. خروج المهاجم رقم 5 تغييرين طبعا صراحة اللي قدم أداء جيد كيتحرك بشكل جميل. دخول الرقم 17 وكذلك خروج الرقم 14 ودخول الرقم 19. إذن ربما سمعنا عمر أنه المدرب ديال اتحاد تمارا غادي يلعب الكل في الكل في المهاجمين وخرج لاعب وسط ميدان ومهاجم. صحيح يعني الفريق يعني بغى يعني يرجع في النتيجة النتيجة ويعني ولعب اخر اوراق ديالو يعني باخراج مهاجمين ويدخل مهاجمين يعني تغيير مكان بمكان. نعم اذا الكره كتمشي من كرابيلا عند مروان جمال كتدخل المدافع كتمشي الكره وسط الميدان عند الطاهري الطاهري مره اخرى مروان جمال الطاهري كيدخل كتمشي ورا الكره عند مهاجم اللي دخل دابا اي وكتدخل اللاعب رقم 3 ديال النادي التحول كان ميكايل كتدخل من طرف المدافع ولا كتمشي عند بوبو 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 كيتلعب عند لاعب جدي عبد الطاهر الطاهري جدي ميكايل كيرجع للوراء مرة أخرى يمشي عند الطاهري جدي مرديد هكا كيقوم بالكيشير جدي ميكايل في هذا اليوم كاين سداد الحكم كيقول ان هناك تسلل كيخلي الامتياز الكره كتمشي عند كرابيلا وتسلل مره اخرى على نادي اتحاد تمارا والكره لصالح فتح النهار ضربه حره غير مباشره لنادي فتح النهار تفد من كرابيلا المتألق صراحة لأن كما قلت أن المباراة غادي تكون مفتوحة على تسجيل فريق فتح الناظور لهدف التفوق الهدف الأول مش عارف ولا عندي كاين يدخل في المباراة كنتمنوا انكم
يكون يعني تشجيع ديالكم غير من طرف المشاركه. الطايري كيدخل شحال ميكايل، ميكايل كيرجع الكره للوراء، بانت في ميكايل الكره عند الطايري، الطايري كيلعب مع الكره، ميكايل كيرجع الكره يربح المعركة وتمس الذي يلقب ظهير الأيسر اللي يبقى اليوم بشكل دفاعي جميل دور ديالو دفاعي كان ولا أروع. بعد التمارة مش عند بوبوح خذ بوبوح كنترول جميل كنترول ربيت عندك ما فيش يلعب كره بغا تمشي طويله الياس بوح 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 كنترول جميل ولا اروع بوح مروه جمال الياس الياس يندو وعلى تدخل تدخل الياس بصفرا هذا المباراه تاع الخطا صراحه تدخل كالحشين على لاعب الياس تدخل الراس إذن غادي يدخل الهلالي. الهلالي هو التغيير القادم في سلسله الرياضه الناظوري. إذن يا ترى من سيخرج ومن سيغادر ارضيه الميدان؟ عندنا تغيير في الصفوف في حد الملعب خروج رقم 7 ودخول رقم 10 تمس لنادي اتحاد الملعب الياس الياس كانت رضا ديوان رضا ديوان كيلعب كره طويله كتمشي عند المدافع نادي اتحاد الملعب الكره في وسط الميدان رضا رضا عند مروان جمال رضا مروان جمال تائه تمشي منه كتعطي الكره بسهوله الكره كتدور في التشميل ما بين عاصف وحيد الطابع
الياس الياس بوبوح يلعب بشكل جميل عند الياس الياس وكرة الياس الهدف الثاني مروان الهدف الثاني لفريق الفتح الناظوري كيجي في الدقيقة 25 من الجولة الثانية هدف جميل صراحة لفريق فتح الناظوري الهدف الثاني جاء بطريقة جميلة مروان جمال يتمكن يعني من إضافة الهدف الثاني نعم كانت كرة ملعوبة ما بين مشدي وبوبوح طريقة ولا أروع وكان ضربت عليها كانت خاصة وهذاك مكان نعم وسط الميدان عند لاعب نادي الاتحاد التمالا كانت ملعب طويلة الكرة كانت تجي في التماس يعني صراحة لاعب نادي النظر وقف بشكل جميل وسط الميدان نجدي مصاب كانت تلعب عند رضا ديوان كانت المدافع كانت تدعم النوم كانت تمشي الكره في وسط الميدان مرة اخرى تلعب عند الرقم 5 او عفوا كره في وسط الميدان عند رقم 30 المهاجم ديال نادي الاتحاد التمالا وكانت تمشي الكره كانت تخبو بوبوح وحنا كان كيعن عن ضربه خطا غير النتيجه رضوان مروان غير النتيجه اذا كما شفنا يعني فريق فتح الناظور يعني تمكن يعني من إضافة الهدف الثاني بطريقة جيدة جدا إذن هدفين لصفر لصالح فريق فتح الناظور جو الأهداف ديال فريق فتح الناظور الدقيقة الثامنة من الجولة الأولى أو الدقيقة 25 أيضا بواسطة كل من رضا حمداني عامد الفريق وجمال مروان للتذكير فقط المتابعين النغ الاعزاء دينيش بارتي نغني مهمه عن القسم الثاني هو فريق اتحاد بن طيب ضد اولمبيك وزان النتيجه دائما هدف لصفر لصالح فريق اولمبيك وزان المباراه امام شسكي تيران دي الملعب بلدي ليوس محاولة خطيرة لفريق اتحاد التمالا قدفة لكن سهلة في يد الحارس كارابيلا للتذكير فقط في فريق الهلال الرياضي الناظوري سيرحل غدا إلى الرشيدية لمواجهة نادي الرياضات الرشيدية مقابلة اللي غتعتبر يعني كتعتبر قمة الجولة التاسعة تغييرين آخرين في صفوف فريق اتحاد التمالا أيضا دخول الهلالي مكان ميكايل اللي هو لا ننسى ايضا فريق تريريف الناظوري لكره السله القسم الوطني الممتاز يحقق نتائج ايجابيه وكيتصدر القسم الممتاز بثمانيه ديال النقاط الفريق الناظوري اثري سيرحل اليوم الى الدار البيضاء لمواجهه نادي الوداد البيضاء لا ننسى ايضا يعني النتيجه الكبيره يعني التي حققها فريق الهلال الرياضي الناظوري لكرة القدم سيدا بانتصاره على الوي الوجدي ب 6-0 يعني اداء يعني مستحسن قدمته يعني لبؤات فريق الهلال الرياضي الناظوري كنتمنوا التوفيق لفريق الهلال الرياضي الناظوري محاولة خطيرة بواسطة لاعب رضا ديوان تمريرة جميلة في اتجاه جمال مروان اش غادي يعمل كيمر في اتجاه رضا ما كيوصلهاش كتمشي سهلة في يد الحارس رجعوا لمروان اغاش اذا تدخل كانت في التوفيق
كل حاشي حق الياس حكم ما شافوش كل الفنداني مازال متسقط على خلص الميدان عند لاعب رقم 6 كرة عند المدافع عند الاتحاد الملك يلعب كرة طويلة حمداني 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 كرة كتمشي تماس لنادي الاتحاد الحكم الكرة خصها تلعب لكن بينما لاعب بين الناظوري الياس متساقط على أرضية الميدان يعني الحكم ما بغاش يعني ما فهمناش يعني التصرف كيفاش صراحة حكم يعني تعنت تعنت حكم مباراة لما سقط اللاعب الياس ما بغاش يخلص طونيو لانه يعني ما كيهم يعني الحكم يعني ربما بعض الحالات بحال هذه كتكون خطيره يعني اللاعب كيكون يعني محتاج للاسعافات الاوليه ولكن الحكم له ربما له قرار مغير. نعم اذا صراحه تحت كاس الزاويه بارك الله نعم الحكم يعني وإلياس يعني الحكم فهمناش ما فهمناش الحكم المباراه اليوم اللي كاين وتعنت الناس ضمير انساني اولا من قبل كل شيء انه خصو يتحرك يشوف لاعب حيت صراحه سلامه اللاعب اولى من كل شيء اذا تدخل كرابيلا تدخل ولا اروع الكره عند كرابيلا بحراسه المرمى اللي غادي يدير كره طويله بشكل طويل بدون شك ديوان شوفوا العماده شوفوا العماده صراحه كان هناك ارتباك في الدفاع مش نتكلم فيما بين الرباط المدافع رضا ديوان ومدافع نادي الاتحاد اسبانيا كاس النتيجة إذن ثلاثين دقيقة غير إذن الدقيقة 30 نصف ساعة من اللاعب نصف ساعة من يعني الحباس نصف ساعة شاهدناه الفتح الرياضي الناظوري تقدم بهدفين لصفر على نادي الاتحاد الرياضي تمالا إذن طرف معترك نادي الاتحاد الرياضي تسديدة تدخل كرابيلا صراحة اليوم أداء جميل من سواء الدفاع ولا الظهير مسجل هدف ثاني على الصورة مروة نعم إذن طرف في نادي الحارس كرابيلا شي طويلة نادي الفتح الرياضي الناظوري بهدفين لصفر
دقيقة 32 خروج إلياس ودخول الرقم 18 ضربة خطا لنادي تاعنا الرياضي تاعنا الشمال وتدخل بوبوح بوبوح محاولة مرتدة كتمشي عند الهلالي الهلالي شنو يعمل حط طاهري 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 يستحق كوميتا الصفراء إذن مباراة اليوم كانت فعل خير على بالنور انتصار بهدفين لصفر بعد غياب طلالي ثلاث دورات عن صحيح تقريبا أربع دورات فرق فتح الناظور ما تمكنش من الانتصار وأخيرا فريق الفتح الرياضي الناظوري يعود إلى سكة الانتصارات والمباراة باقي ما انتهتش مروة نعم في ضربة خطأ الرياضي الناظوري كتضيع منهم مش عند المدافع مدافع خول جديد جديد بوبوح بوبوح جميل يلعب في الميدان إذا كتمشي عند الظهير الأيسر عند الهلالي 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 يتحرك بشكل جميل نعم كره عند لاعبين الاتحاد الملعب بوبوح 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 كيدخل حركه كيقول ضربه خطا لفائده نادي الاتحاد الملعب ولا أروع
رضا ديوان، رضا ديوان كرة في التماس، كرة في التماس عند اللاعب رضا ديوان، كرة وسط الميدان بشكل طويل، داني الرقمرة، داني ملك التدخلات كرة طويلة. تمس بوبوح، بوبوح عند مروان جمال، مروان جمال كرة عند جدي، جدي يمكن مع الهلالي، الهلالي الطهيري، الطهيري، الطهيري أداء ولا أروع، الكرة كتمشي طويلة في وسط الميدان، كتدخل المدافع عند الاتحاد التمارة، الكرة كتمشي بلاد عنوان، تدخل يعني عفوي، ضرب المدافع. كرة في التماس الاتحاد التمارة، كرة في المعترك، كرة في المعترك، ميمون الحمداوي يستعد للدخول، تغيير اخر قادم في صفوف نادي اتحاد او عفوا الفتح النظر. جماهير الفتحاويه مازال ما سكتتش الاخ بن عمر، يعني مازال يتواصل في التشجيع. صح مروان جمال عند الهلالي، الهلالي تجميله من التجميله، الهلالي شنو غادي يعمل؟ غادي يلعب كره مع مروان جمال، مروان جمال مع جدي، كره عند هجوم مضاد، دخول برديد، برديد عند الطاهري، الطاهري، الطاهري بشكل تجميل، كره تمشي عند جدي، جدي مع بوبوح، بوبوح كارجع عند برديد، برديد لمن برديد عند الطاهري، الطاهري عند برديد، برديد كيلعب كرة طويلة كتدخل المدافع، كتمشي عند المدافع عند اللاعبين الذين تحت التمارة، كتمشي عند المدافع كرة طويلة، طويلة كتدخل الطاهري الأيسر، لكن كنقول ما في شيء، رجو محاولة ودخل الحمداني بشكل جميل يحاكي المباراة، ضربة خطأ لفائدة الحمداني. كان لعبوا تقريبا دقيقة 41 إلى فتح النظور، متفوق دائما بجوج لزيرو. نعم استعداد لاعب ميمون الحمداوي للدخول، كذلك يوسف البيان. قول لحمزة البيان عفوا. طاهري جدي، جدي جدي عند مروان جمال، مروان جمال طاهري، حكم كيعلن على ضربة خطأ لفائدة رشيد برديد بعد تدخل خشن بالرقم 19، كيعطيك بطاقة صفراء. Thank you.
البياني وميمون الدوي على وما الدخول خروج نجدي. خروج مروان جمال ودخول ميمون الدوي خروج نجدي ودخول البياني. مروان جمال ساحب هدف. رضا ديوان رضا ديوان ولا بتجي عند حارس مرمى اللي رجعت الملا برديت برديت صار هو الاخر جميل اليوم هلالي هلالي عند 18 كيف يعني رجعت الملا كره في الميدان طويل اللاعب الذي رجعت الملا شوف شوف طاهري طاهري هلالي 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 الاضافه صراحه كان كبير محلو نشيط وصراحه تحرك مزيان في وسط الميدان دوخ بوبوح بوبوح عند رضا ديوان او عفوا ميمون هرب هلالي 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 عند رضا ديوان بسبب الرياح اللي كانت نعم كرابي خرجها لبرا كختم يوسف الحمداني اخر المطاف عند مرديد مرديد لعب كره مع 18 مع بوح طاهري على ديوان بسم الله مع بوح طاهري من طاهري لعب كره مره اخرى يمكن تشوف مضاده لنادي رياض المغرب. إذن دقيقة 43 دقيقة 43 والنتيجة هدفين للصفر لفائدة رياض المغرب. إذن المحاولة التي تبدأ بها الإتمارة تمشي الكرة عند زعيم المنتدى وما تمشيش فيها وترجع عند بوبوح ممكن تمشي الشمين على الطاهري الطاهري كيلعب كرة طويلة عند 18 كيلعب مع بوبوح عندو عندو مع بوبوح بوبوح الشمين يطلع منه وترجع عند نادي الاتحاد الرياضي الإتمارة مرة أخرى كما تقول كتمشي عند بوبوح كيرجع رجوع موفق طاهري طاهري عند بوبوح بوبوح طاهري البياني البياني وديع مو بيتي
تسريحة بطيئة شيء مثال الشعب يريد مسؤول سعيد هكذا هي شعارات نادي رياض النظري عفوا التراس جماهير طالب اللاعبين والمكتب المسير طالب حكم فتحي شحال يكون الحكم الربيع الضب ديالو لحظات وتنتهي المباراه إذن كماس للفتح يستحضر وينتهي اللقاء يعني كنلعبوا الوقت بدل الضائع من المقابلة بعد لحظات يعلن الحكم على نهاية المباراة بتفوق فريق الفتح الرياضي الناظوري بهدفين لصفر. الهدفين اللي سجلهما كل من لاعب رشيد حمداني دقيقة الثامنة وفي الدقيقة 25 يعود جمال مروان ويسجل الهدف الثاني. صراحة نتيجة جد إيجابية لفريق فتح الناظور اللي غترفع الرصيد ديالو 13 نقطة. يعني كنتمنى هذا الانتصار يعني اللي غيخلي فريق فتح الناظور يرجع سكة صحيحة من أجل الكسب المزيد من النقاط من أجل الاقتراب بالمقدمة. فكان عرفوا هذا الانتصار يعني غيرفع الرصيد فريق فتح الناظور 13 نقطة ويقربوا من المركز السادس. إذن فجأتنا الحكم يعلن على نهاية المقابلة بتفوق فريق الفتح الناظوري بهدفين لصفر. شكرا جميع متابعين اللي تابعوا معنا هذا النقل المباشر. الى موعد لاحق ان شاء الله.